أنا الفنانة شيرين عودة، واليوم افتتاح معرضي بجاليري زارا، هو المعرض التاسع الشخصي، ومشاركة ب 14 لوحة أكريليك أون كانفاس. والشيء اللي زيادة بهذا الجاليري بهذا المعرض إني مشاركة بفيديو آرت وستيل شوتس من الفيديو آرت لأول مرة غير عن اللوحات. عنوان المعرض هو بورن فري، ولدت حرة. استعملت باللوحات فيميل فيجرز، هنا أجسام امرأة لهم أجنحة، بما معناه أنه امرأة روح حرة، لها روح حرة. هي بتحكي اللوحات أكثر عن الحرية للمرأة ووجود القيود بحياتنا وحياة المرأة وتقريبا بكل حدا بشكل عام. يمكن الفيجر عندي هي مربطة شوي، مقيدة من الحياة، والأجنحة بتدل على روحها الحرة. الفيديو هو بس فكرة أنا فكرت فيها وحبيت إني صورها فيديو. هي عبارة عن امرأة روحها حرة لها أجنحة، بتحاول تطير بس ما بتقدر، بتقرر تجيب مقص وتقص الأجنحة وتخيط الأجنحة على الروح تبعتها وتبعت الأجنحة مع الروح على أساس، وبيوقع الجسم بالفيديو بآخر الفيديو إنه بتطير الأجنحة مع الروح وبيوقع الجسم، بما معناه إنه هي روحها حرة وما عم تقدر تطير، وإنه هي بتحب الحرية فبتبعت الروح مع الأجنحة مع الروح، وهذا معناته ثمن الحرية قديش غالي.